السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، في الأسبوع القبل الماضي سأل أحد الأخوان فقال أنا أذهب لسبعين كيلو وأرجع، هل علي قصر؟ فأفتيته ليس فأفتيت بأن ليس له قصر بسبب الصلاة، بسبب أنه لا يحتاج إلى مؤونة أو طعام. فما رأيكم الآن الإنسان يستطيع أن يسافر للرياض أو الدمام ويرجع بيوم بدون مؤونة سواء على السيارة أو الطائرة؟ أرجو التفصيل لعدم الالتباس، جزاكم الله خير. العبرة بما بالعادة مو بالفعل. العادة أن من ذهب إلى 70 كيلو ورجع في يومه لا يستعد له استعداد السفر، لكن من ذهب إلى الرياض أو إلى مكة من القصيم فالعادة أنه يستعد له. هذه العادة، يشدون الرحال ويأتون بالأزواد بالمياه بالقرب، لكن كونه الآن بالطيارات ليس بعبرة. العبرة بما كان الناس عليه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن مثل هذا السفر يستعدون له. الآن ربما يذهب الإنسان إلى أبعد من الرياض إلى محلات بعيدة ليس معه الدراهم فقط، يجد الطعام هناك أمامه في الهوتيلات وغيرها ولا يحمله. لكن العبرة بالأول، الأول أن الناس إذا ذهبوا إلى مكان قريب كسبعين كيلو مثلا ورجعوا في يومهم أنهم لا يستعدون لهذا الشيء، ولا يقال فلان مسافر. لكن إذا أراد أن يسافر إلى محل آخر أو إلى 70 كيلو وسيبقى يومين أو ثلاثة أيضا فإن هذا يستعد له. فالمسألة في الحقيقة كما سمعت الآن مني هذا قول لبعض العلماء، بعض العلماء يقول لا، مسافة القصر محدودة ما ترجع للعرف. إذا بلغ 81 كيلو أو أكثر قليلا فهي مسافة قصر، وإذا كان دون ذلك فليس مسافة قصر. لكن هذا ما في دليل، ما في دليل. ولهذا أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن العبرة بما يسمى سفرا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن مثلا لو راح الإنسان للرياض في الصباح ورجع العصر قال الناس إنه مسافر، لكن لو لا مو العبر بالأخ، لكن لو كان على إبل تأخذ ولا ما تأخذ؟ ويسمون الآن الناس مسافر. لكن لو ذهب كما قلت مثلا إلى الرص من عنيز ورجع بيومه ما قال الناس هذا مسافر.